السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هوات هاجر. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. الوصفة ديال اليوم وهما لي فيغين، اي تحليات كيجيو زوينين بزاف. تقدروا ترافقوهم من يكون عندكم عرضة او تكون عندكم حتى شي مناسبات، ديروهم وترافقوهم في الديسير. كنتمنى هاد لا فيديو او هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ان شاء الله. وغادي نحاول ما نغيبش عليكم، وغادي نحط لكم وصفات اللي راها زوينه ان شاء الله. غادي نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت كيندغ بوينو، طحنته في الطحانه بعد ما خليته يبرد مزيان، وعندي الكريمات الخفق، الكريمه العاديه. انا هنا درت كريم ولا ماسكاربون، نتوما تقدروا ديروا اي كريمه. وعندي لي فيغين الكيسان اللي باغين تستعملوهم، والجايب الحلواني انا اخترت هذا اللي تيخرج على شكل وريضه. هنا غادي نستفدك لي فيغين او الكؤوس اللي نتوما باغيين تديروهم، اول حاجه غادي ندير الكريم في الجيب الحلواني وغادي نعمر بهم الكيسان. من الاحسن ديرهم في الجيب الحلواني، واخا ماشي ضروري يكون على شكل وريضه، واخا غير في الميكا ديروها وتصاوبوا باش تيجيوكم لي فيغين في الديكور زوينين ونقيه الخدمه، ما تيجيوش مليطين. هنا بعد ما ساليت غادي نجيب كيندغ بوينو اللي طحنته، غادي ندير غير واحد شويه ماشي بزاف، تقريبا معلقه صغيره، وغادي نضيف كل كاس غادي نضيف شويه. هنا بعد ما ساليت عمرت لي فيغين ديالي بالكيندغ بوينو، دابا غادي نضيف ليهم الكريمه. كيف ما كتشوفوا كنحاول ندير على شكل وريضه باش في الديكور في الجناب تيجيو هكاك موجين، وين ما كانش ماشي ضروري ديروهم غير بالميكا، تصاوبوا الكريمه في الميكا وتقطعوا الراس ديالها وتبداو تعمروا باش كتجيكم الخدمه نقيه في لي فيغين، حيت المعلقه الا كبيتو غادي تجيكم لي فيغين غيجيو مليطين بالكريمه وما غاديش الديكور زوين. هنا بعد ما غادي نسالي التعمار ديال لي فيغين غادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا بعد ما ساليت كنشطت ليا الكريمه ودرت ليها على شكل ورود من الفوق، كيف ما كتشوفوا زدت ليهم بحال شكل وريضات من الفوق باش من ندير داك الكراميل غادي يعطيني واحد الديكور زويون بزاف. هنا شديت الكراميل هذا، غير هذيك الحلوه البونبون اللي كنقولوا لها حنا الكامونباغ ديال الكراميل، ذوبتها مع شويه ديال الحليب كتعطيني الكراميل دايب على هذا الشكل. صافي، وغادي نضيفو على لي فيغين ديالي على الكريمه. كيف
كيف قلت لكم كديروا غير واحد معلقه ولا جوج معالق كبار ديال الحليب فشي 6 ولا 7 ديال لي بونبون هذيك ديال الكراميل، تيذوب لكم على النار صافي، وتزينوا به لي فيغين ديالكم او تستعملوا الكراميل اللي نتوما باغيين. هنا غنحاول كندير غير بنقيطه بنقيطه، علاش؟ باش ما كتخسرليش الديكور ديال داك الوريضه الفوقانيه اللي حضرت بالكريمه. وكنزين بالبخاليني، ماشي ضروري، تقدروا تخليوه هكاك او تقدروا تشدوا واحد النص ديال كيندغ بوينو وديروه من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي فيغين ديالي، كنتمنى صراحه ينالوا الاعجاب ديالكم. وترقبوا الوصفات اللي غادي نحط لكم، هنا حطيت التصاور ديالهم في التالي ديال الفيديو ديال لي فيغين بجميع الاشكال، غادي نحاول نبارطاجيهم معكم عما قريب باش تقدروا تحضروهم في رمضان، في رمضان الله يجيبوا لنا على خير وبخير. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. وكنصحكم صراحه تجربوهم حيتاش كيجيو لذاد بزاف، غير هما ضروري تخليوهم يباتوا ليله كامله عاد تستهلكوهم. فرجة ممتعة. الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات جديدة وزوينة، كنتمنى لكم فرجة ممتعة.